مجددا تأكيد اتجاه بوصلة المضي الشعبي نحو كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 سنة. قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إن الشعب الفلسطيني وأهالي غزة قرروا كسر الحصار الإسرائيلي وتحطيم أغلاله بالدم القاني والرباط على حدود القطاع وعزموا على أن يضعوا حدا للمأساة وأن يتصدوا للمؤامرة. تصريح أخرجه إسماعيل هنية من عمومية الإطلاق العابر إلى خصوصية الطرح المشخص، مبينا أن الحراك الميداني الشعبي ينشط على خطي عمل عنوان ثنائيتهما مفك الحصار ومفتاح العودة، وثنائية حدد معالمها التفصيلية مسجلا خوض الشعب الفلسطيني الأبي معركة على جبهتين، جبهة كسر الحصار عن غزة وجبهة حق العودة، مستطردا أن ثابت حق العودة تتهدده مؤامرة ثلاثية الأبعاد أثافي شرها صفقة القرن وتصفية الأونروا وتجفيف منابع الدعم المالي عن اللاجئين المشردين، مضيفا أنه يرفض وحركته محاولات إعادة تسمية وتوصيف اللاجئ الفلسطيني التي تختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين من 6 ملايين إلى 500 ألف. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ربط ضمنيا بين ميدانيات حراك مسيرة العودة الكبرى وبين إنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال على غزة قائلا لن يتوقف هذا الشلال البشري الهادر إلا وقد انتهى هذا الحصار ولن يتوقف هذا الزحف الهادر إلا أن تنتهي هذه المأساة وهذا قرار شعبنا وفصائلنا الوطنية المقاومة. وجاء حديث إسماعيل هنية في سياق مراسم تشييع بمخيم الشاطئ لجثمان الشهيد أحمد عمر الذي ارتقى لسلاح قوات الاحتلال في أثناء قمعها مسيرة حاشدة لحماية حقوق اللاجئين قبالة معبر بيت حانون إرز شمال قطاع غزة.